الحقيقة أنه بلدنا بجد حلوة قوي، حلوة بناسها، حلوة بأماكنها، حلوة في كل حاجة. معروف عن مصر أنها طول عمرها بلد الثقافة والفن وطبعاً المعرفة، وإحنا في يحكى أن الحقيقة هدفنا أننا نقدم كل إنتاج ثقافي، كل إنتاج أدبي متميز في بلدنا، ولكل الكتاب اللي حقيقي عندهم رسالة وهدف في كتابتهم. عشان كده دايماً بيكون معانا في كل حلقة كتاب مميز وكمان كاتب مميز وموضوع مختلف. بنكون حريصين جداً أن إحنا نحاول نقدم لكم على قد ما نقدر أهم المحتوى اللي ممكن يكون موجود خلال الأسبوع ده من الكتب، من الروايات، من الأدب، كل ما ليه علاقة بالكتب أو بالقراية. وقبل ما نتكلم عن كتابنا النهاردة وعن موضوعنا النهاردة، تعالوا نبتدي مع بعض حلقتنا مع حضراتكم زي ما أنتم متعودين دايما بتقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا خلال الأسبوع اللي فات. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في الأحد من كل أسبوع، نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تنوعت كتب هذا الأسبوع ما بين الروايات والكتب التاريخية والمترجمات الأدبية والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية القطائع للكاتبة ريم بسيوني، والتي تصنف من الكتب التاريخية. تليها رواية رصاصة في الرأس للكاتب إبراهيم عيسى. تأتي بعد ذلك الأجنحة المنكسرة لجبران خليل جبران. ولم تغفل القائمة يوتوبيا للكاتب أحمد خالد توفيق. ثم تأتي بعد ذلك ورثة الشيخ للكاتب أحمد القرملاوي. ولم تخلو القائمة من قهوة صباحية مع النفس للكاتبة نشوى صلاح. تأتي بعدها سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي لتختم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع.